اهلا بيكم. هنحضر في فيديو النهارده صدور الفراخ بالجبنه. انا يعني الفتره اللي فاتت دي عماله اعمل لكم وصفات كتير تتعمل بالصدور، لان اغلب الناس بتقف عند الصدور انها تتعمل بانيه. لا، في كميه وصفات لا نهائيه ممكن نعمل بيها بالصدور. احنا عملناها طاجن بالقشطه، وهنعملها دلوقتي بالكريمه، في وصفات كتيره جدا هتلاقوني منزله، وان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم وصفات كتير تقدروا تعملوها بالصدور، سهله جدا وبسيطه. انا بسمه الفيومي، لو اول مره تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه، ودعموني بلايك للفيديو حالا حالا قبل ما نبدا الوصفه. انزلوا اعملوا لايك للفيديو، عملتوا لايك للفيديو يلا بينا نبدا وصفتنا. هنجيب الصدور بتاعتي مغسوله كويس جدا، متقطعه شرايح زي ما بنقطعها تقريبا للبانيه او اكبر سيكه صغيره. نقعتها شويه في ميه وملح وخل زي ما بنغسل عادي الصدور بتاعتنا. هنجيب ايه؟ هنجيب كوبايه من الدقيق، هنتبلها بملح وبابريكا وفلفل اسود، شويه فلفل اسود صغيرين والبابريكا كتير عشان تخلي لون الفريخ نفسه احمر. هقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا لحد ما يندمجوا مع بعض، وبعدين هجيب الصدور بتاعتي وهغلفها بالدقيق. بصوا بقى، انا مش بضغط جامد، ومش وتاكدوا ان الصدور ما فيهاش ميه، انا مش عايزه طبقه تعجن. يعني انا نشفت الصدور بتاعتي كويس جدا بعد ما غسلتها كويس، نشفتها كويس جدا، حطيتها في الدقيق كده خبطتين خفاف بالمنظر ده، وخبطت عليها نزلت اي دقيق زياده. بس خلصتها هروح بقى على التسويه على طول. الطاسة بتاعتي كانت سخنة جدا، هنزل بمعلقة من الزبدة، وأول ما الزبدة تسيح كده وشم ريحتها وتبقى الطاسة سخنة قوي، ده مهم جدا ان الطاسة تفضل سخنة جدا عن التسوية، خصوصا الصدور عشان ما تنشفش من جوه. هنزل بالفريخ بتاعتي، وبصوا زي ما بعمل بالظبط، انا بنزل واحدة واحدة عشان حرارة الطاسة ما تنزلش وتبرد مني والصدور تنشف من جوه. بس هرص الصدور بتاعتي كده على النار، والنار بتاعتي عالية على اكبر شعلة ومعلية النار جدا. هسيبها على النار تاخد وقتها تماما، واول ما احس انها خدت لون من الجنب ده هقلب على الجنب التاني، واسيبها كمان تاخد لون كده ذهبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا لونها حلو جدا جدا. وهسيبها برضو على نار عاليه لحد ما تاخد اللون، خدت لون من الجنبين وكده بقت تمام. هشيل الصدور بتاعتي دي في طبق، وفي نفس الطاسه هضيف معلقه من الزبده، واول ما تسيح هضيف عليها معلقه صغيره من الدقيق. انا في الوصفه دي عايزه الدقيق يغمق شويه، مش زي البشاميل، يعني هتلاقوا الدقيق بصوا ابتدى لونه يبقى اورنج كده، انا عايزاه كده، عايزه الكرمله بتاعه الدقيق دي في الوصفه دي بالتحديد، لان هي طعمها مختلف شويه عن اي صوص جبنه احنا بنعمله. هضيف عليها كوبايه ونص من اللبن وبس. تقدروا تضيفوا مكعب مرقه لو عايزين، تنكهوا باي توابل اللي انتوا بتحبوه، انا حباها تبقى سيمبل اكتر، مش محتاجه انكه بتوابل كتير. انا مش هستخدم تقريبا غير البابريكا وبودره الجبنه اللي هي طعم الجبنه، جبن السوبر ماركت وبيجاب كمان من عند العطار، وكمان هضيف الجبنه الشيدر بتاعتي. اول ما الدقيق كده داب في اللبن بتاعي وابتدى اللبن بتاعي يغلي، بصوا ما بقاش في اي تكتل، وكل الدقيق بتاعي اختفى تماما. هضيف بقى الجبنه الشيدر، انا ضيف تقريبا حوالي 6-7 شرايح من الجبنه الشيدر العريضه، وبعدين كمان هضيف رشه بودره الجبنه. بودره الجبنه هتعزز طعم الجبنه، لو مش متوفر عندك تمام مفيش اي مشكله، بس هي طعمها بيفرق جدا. هقلب بقى لحد ما الجبنه بتاعتي تبدا تسيح، وبعدين هرجع الصدور، مش بسيبها كتير، انا عايزه اللبن يفضل تقيل شويه عشان يكمل سوا الفراخ بتاعتي. هغطي عليها واسيبها على نار هاديه لحد ما الصوص يتقل والجبنه كلها تسيح وتبقى بالمنظر ده بالظبط. بصوا الصوص تقل معايا ازاي، وخلي بالكم ان هو لما بيبرد بيتقل شويه كمان عن كده، يعني بصوا بعد ما برد الصوص تقل شويه، بصوا شكلها حلو وريحتها تجنن. تقدروا طبعا لو عايزينها اورنج تضيفوا الجبنه الشيدر اللي هي لونها اورنج، يعني زي ما انتوا عايزين. هديها رشه بقى كده من فوق من البابريكا، وبس بقى عندي غدا في ثواني، خدتش اي وقت، سهله جدا وبسيطه، تحضيرها كان سريع جدا جدا. ممكن تتاكل جنب مكرونه سباكيتي، تتاكل جنب رز ابيض، هتبقى حلوه جدا جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها تقولي رايكم فيها ايه. ما تنسوش تنزلوا حالا حالا تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.